استخدام الفلاتر، جايب لك منتج يسوي تشيك فلتر، منتج كريم وأبرة العنبر، هذا الكريم وهاي الأبرة، هاي الأبرة جدا مهمة، هي اللي مكملة الكريم، تستخدم يوميا، تخليها بالليل وتغسلها الصبح، راح تشوف فرق كلش حلو، طيبة مستمر 7 أيام، شغلها كلش حلو، استخدامها جدا بسيط، مجرد ما تخليها بالليل وتغسلها الصبح، وطبعا أنا مسوي لكم عرض لمدة 3 أيام. اللي يطلب راح تجي لها صابونه هديه حسب نوع بشرتك، يعني من اللي تطلب الكريم تقول لي اياه نوع بشرتك دهنيه او جافه او مختلطه، استخدامها كلش حلو، مجرد ما تاخذ شويه من الكريم وتدهنه على وجهك. رسمك على الهواء على المايه كتبه عين البارده شقد جاي احبه. هاي الطريقة تستخدم الكريم وتقعد الصبح أول ما تقعد قبل تغسلها بالصابونة اللي راح أعطيك إياها، راح تشوف فرق خلال 3 أيام. الكريم طبي آمن بضمان لمدة 7 أيام، إذا ما شفت الفرق إلك حتى الاسترجاع وترجع لك فلوسك كاملة.